السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال، أنا خلاص موقع ومتعلم 3D Max عشان تشتغل تستفاد ازاي من البروجرام، تركيزه كله على التشطيبات، فالراجل بيوفر لي أدوات أكثر دقة من إن أنا أعملها على Max، وبالذات في موضوع الحصر. يعني على سبيل المثال مثلا، خلينا نقول إن أنا هاجي أعمل حيطة مثلا أهي، حيطة معماري أهي، ورسمت حيطة أهي. تمام. طيب لو رجعت هنا وقلت له انا عايز اعمل سكادول للحصر، سكادول لحصر الماتيريال، واخترت الاول اهوت، تمام، وقلت له اوكي، فهيجيب لي كل الحاجات الخاصه بالحصر. مجرد ان انا اقول له اعمل الحصر ليهم، جاب لي كل طبقة الكمية بتاعتها قد ايه، والاريا بتاعتها قد ايه، واليونت بتاعتها قد ايه، والفوليوم بتاعتها قد ايه، والحاجات دي كلها. كل الكلام ده طلع في ثانية، وزاد زي ما انت شايف انا مغيرتش، ما عادش اكتبها او عاد اشوفها. جاب لي الارقام بالتفصيل. طبعا ممكن تقول له انا عايز اعمل لهم زي تنظيم شوية، شيل علامة التميز، وممكن تلتهم بقى بحسب الماتيريال نيم، الماتيريال نمبر، زي ما انت عايز. تمام. يعني لو في اي معلومه ممكن ترتب بيها، ممكن ترتب بيها، ممكن تشوف النيم والنمبر مثلا، او اي عمل مشترك عايز تنصب بيه، دي حاجه ترجع لك انت. يعني ممكن تعمله مثلا بالماتيريال ديسكريبشن مثلا. تمام. ماتيريال ديسكريبشن تجيبها لك كل واحده فيهم، الكميه الفوليوم بتاعتها قد ايه، والمصاب بتاعتها قد ايه. فدي ابسط حاجه ممكن البيبيم يقدمها لك، ان هو يجيب لك تقدير الكميات بشكل دقيق جدا، ومش كل مره تعدل تقدر تقعد تقيس، لا هو اوتوماتيك بيعمل نفسه اي ابديت.